قولي والله يا حكيمة، والله غنستعرف بها هاد اللونص ماركه خلاص. وقبلوه قبلوه ما تزيديش. بصحتو بصحتو، ان شاء الله باين بلي ناجح. ماشي غير هو، قولي والله البوشي تاني ماركة، والخياطة راجلها ماركة تانيت. اسمع راكو كامل ماركيتو. هيا صح حكيمة، بعد نعاود لك ولا ندوز لعندك يا اخي. يا اخي حنا نعيا صح. ايوا مليحة. لو كان نحكي لكم حكاية، واش هي حكيمة العزيزة؟ لو كان شتو راجلها ماركة كونديدا اللي بغي يجوز الباك. الله يبارك ربي عاونو ذاك الشارف ذاك ما راجلنا حكيمة. ايه باوي، علاش القراية فيها لاج ولا؟ ما فيهاش لاج. واش قاعد له ذاك؟ ها خلاص خدام لبس عليه شاد البوسطة كلوش زي طارع قبل زوا ولا الخلايق ذر هذه يزيد يزاحم فيهم هو في الباك ويدحي ومازالته جامعة ومازالو جري. خلاص باش نهضر معاك حسن. واش الوقت اللي تسمع لاختك العزيزة هاك انت نسمع داكا حسن. قل لي عشرة، واش رايك لو كان خويا العزيز يماركي مع راجل حكيمة كونديدا لي هاي تدحي فيها على راسو؟ اسمعي هاي توهر فيها قبل عمره. هذه فكرة صعيبة اختي. علاش؟ باش نتفلق راه نعاود ليك تيفي لازم لي ليكور. ليكور ما عندك ما تخاف ما تسمعلوش، ليكور ما عندك ما تخاف منهم. انا نقري خويا العزيز. راه يسرى فيك الباطل، راك الباك وقيله تحسبو قال لا ابو قال واحد دي الباك تم الما تخبط لك في راس المقرم الثاني عندك باه يقرا باه يقرا ها ما توهريش تدحي فيها على راسها باه راه يقرا باه سقسي انا نسخكم تماركي والباك وما تحشمونيش قدام حكيمه. على بالك البوشي راجل خياطه حكيمه كاع ماركه وانتم ما تماركيوش، راح نقعدوا شان احنا هنا في الحومه. شوفي شوفي هذوك راه ضربهم الريح تاع لا مودا وراها قالوا دوات الخيز قطع ترقاب الحمر. هيا راهم سمعوا الناس ماركات في الباك ناضوا يماركو يحسبوها قرواح ودير باك وقرواح. معليش معليش، ويلا راهم مهرك راكي توهري في خوك مهرك راجل حكيمه. راجل حكيمه راه خدام في البوسطه وستوندار راه كاع عنده وقادر يدير 17 خيط، واحد يكلم فيه في المات، واحد يكلم فيه في الفيزيك، واحد يكلم فيه في التربيه الاسلاميه، واحد يكلم فيه خاف تطلع المورال، واحد يكلم فيه قال درس الفلاني راك داير في جيب ليسر وانت يدحي خويا. انا خويا معليش خويا قال لك العلم في الراس وليس في الكراس، خويا يقرا من راسه. انا نقري خويا. هاتي لي ذاك العلم اللي راه في ذاك الراس. واشنو اسمعي شوفي ذاك كان راجلك العزيز راح يمركي. معليش نمركي معاه. ايوا انا الى ماركيت ما نكتبش اسمي مانيش طايق. لا واش تكتب؟ لا هذا نكتبش اسمي نورمال ما كان. ولا جيت نقول لهم يا ودي راني كنت قاعد باه ندير اسمي انا ومن بعد ما نخرجش وتقعد انا يا شفايه اللي طالع واللي جاي. اه يحس هذاك يهضروا عليه يا ما تيسكتوا. بون الو انت تماركي قلت لا ماركا هو اذا ماركا. لا لا ما حسوبش هنا ماركينا خلاص. لا لا هذا الصوت تاعك ماركي هنا ماركينا القرايه كيفاه بعدا نقابلوا الباك هاني جبتك الباك. لا راها حكيمه راجلها ماركه وانا راها عقيله قالت لي روح ماركي بعدا نوضير صعب شحال راك تصعب. خليني نكمل الهضره تاعي ما نقول لك حكيمه هي راهي تحط قرية راجلها بلي زانال تاعها اللي قرات بهم الباك. اي بان تالي دوك نبعث لدارنا حسن يحي يجيب لي لي زانال تاعي اللي توصل بهم الباك صافي دي زاني. ما تضحكش. اسمعني نقول لك حاجه، انا الباك كانت خصتني 001 معناتها جبت 1099. لو كان هكذا كان جبتو سكت واحد الشيخه تغير مسوالفي. ايه والله غير تلما كانت تغير مني ما حبش تزيد لي هذاك 001 بصح ما تنساش. انت ثاني كنتي تطرقي في شعرك قدامها وديري له هذه هي المخلوقه شعرها شعر هي المخلوقه شعرها احلى شنتي قطار قلت هذاك شوفي يا زين تسولف 99 9900 972000 900 كاين 10 كاين جبت الباك كاين ما جبتوش ما تبدايش كاع تلعبي لي فيها حوته كبيره وانا 99 خلاص اسيدي وانا يا خلعوا مني. معليش دوك تقرا ولا ما تقراوش انا نقريكم خلاص ماركيكم فرحوني قولوا لي انت واش تقول انا راني عقليه واحد اخرى في القرايه راك تحسب ذا البسط والضاح. راح بارك راح راني معاك هيا راني قلت خلاص خلاص متفاهمين هيا الله يربي صحيتو. اما نروح نعيط للحكيمه نروح نقولها باللي سي بون قلت لك بداي شرينا الكراسات خلاص والقلافات حياتي بدوز لك يا خلاص.
واش بوغ ديفيري دوك من بعد نبعث لكم لا ليست تاع كل ماده واش المغلف تاعها. تمام صح عليكم حديتي متنا راها العين والورا اه وين ما تبعدلوش نهار انتوا تفصلوا انا نفهمكم كيفاش هكذا. اسمع واش انا ندير طبيب وانت دير فرما هاك ننشر حتى حنايا في الطاش تاعنا راح يماركي خويا ومولا بيتي. هيا خلاص ندير لك لي فوتوكوبي على واش عندي ودير لي فوتوكوبي واش عندك. هيا تخدموا فهموا على البروغرام مرحبا. هيا صحة سلامة. يشوش هذا يقول واش دخلك بلي دخلت بلي بدات تشوش ما يشوش حاجه قلت لي احرص ما قلتلكش احرص عشان تكذب. شفت القانون الداخلي تاع المدرسه ماكوش حافظينه ما منها على الكذب. انا راني شاتيه ينجح ويعود عاقل وانت راكي معليش دلي فيه. جبت ورقه وستيلو عليك والكراريس كراريس كي تقول لنا واش نجيبو نجيبو علاه انا عارف واش رانا رايحين نقراو. ايوا خلاص هاي هيا تجردوا القانون الداخلي تاع المدرسة. القانون الداخلي اسمع انا راني في دارنا لا قانون داخلي لا والو انت اللي راك جاي تقرا داري قانون رقم 1 ممنوع التأخر. يس شني ايوا مالا راكي مع ولاد الصبحي وانا نجي قدامك هنا فوالا والله قد تخرجي قدامك احترام. ثانيا ايوا الادوات ما هما بعد نقول لكم شنو هما. ثالثا يس وقيلا ماهيش حافظه كاع ممنوع المرحاض ولا لا مالا تجيبي لي حيبوسه هذه هي حاجه ممنوع لانه هي عامل من عوامل التشويش مع انت كي تدو الدرس ما كاش لي فايفيا انيسه نحنا في الاخر راح ساكت ونجي ساكت راه سيلونسيو الله جاسيلونسيو فوالا هذه انت تلميد وعليك الكلام نعجبك نعجبك خلاص منو جايه يا عسرا خلينا نعاود نجيب لك المسكوت. ثالثا ما كاش تصاره مع المعلمه ماشي انت تضحك رابعا مدام رابعا ما كاش تصاره مع المعلمه ماشي كي ضحكت معك دوكا تركب لي فوق راسي. وخامسا ماذا بكم اللونجه في دقيقه ونص ابدا دكتور انا وين نشبه نحبس هذه نقول لك انا دير لي طبي ايه دونك روحوا تكتبوا الادوات المدرسيه روح يا مدام روح قبل قلت لك راه يشوش ما صدقتينيش هاتي يدك وبرك بالك اعطي لي يدك اعطي لها يدك للانسه القانون خلاص سي بون اي الادوات المدرسيه ها شوف تلميذ مبروك كيفاش الله يبارك عاقل شوفوا انا حاب ننجح امي المكول هذه ان شاء الله راه والله ما غاديش يتخرج ان شاء الله. يلا عندكم الكراس تاع الرياضيات صفحه 192 انيس نعم انيس نعم بويا انا راه مش خدام اعطيني 300 الف قبل نتاع اللي ما عندهمش مين راح نجيبهم لك مالا ما نشوفش اثر خلاص خلي بعد دير دوسي نجوز نجيبوهم في البلديه راح اي لما كلاوهمش انا باه راني نقول لك باه تعرفيني بلي راني شاتي نقرا انا هيا خلاص وراني صاح اول ما نجح نجيب الباك اخلاص صفحه 192 صفحه 192 لمن 192 وكل كراس الرياضيات فيه الحسابات بزاف شمن الكولار كي الكارني تاع الكريدي شمن الكولار تاع قطاو فيها هاتي يدك هاتي يدك تضربو قدامي تشوش في الوجه هاتي يدك اسمعي وين تلاحى شوف الخطا جاي تحليا تخرج من المسي من الكلاسه هيا هاتي يدك لهنايا بركات نعطي لك يدي بصح كي نخرجوا من القسم راك تهدد فيا مانيش نهدد فيك اما هذا قانون نسيت ما قلت لكمش عليه ممنوع تهديد المعلمه داخل المؤسسه اما هيا خلاص نبداو القانون وما كنمشي هيا روحي كملي هيا روحوا لونه احمر شنو لونه الكراس رايحه تاكلي الكراس لونه احمر ولا ازرق واش دخلك انت في الكراس اللون الاحمر للرياضيات دونجي انا ما نشتيهش احمر واش غديروا يوجعني قلبي منه كراس رياضي راح نشوف استدعاء انا انت يا حنا نعطيك استدعاء لون الوردي للكراس الفرنسيه بيعوز بوكوسا انحك
ورق لكراس تاريخ والجغرافيا. اللون الاسود لكراس التكنولوجيا. ترك طيب تجيب على كلها. والله ما على بالي انا. شو ما عندك انت؟ خلاص هو يسقسي بيه، راه هو يهضر معايا، قولي له ما يهضرش معايا. خلاص تهضر معايا. خلاص. بصح لازم نتشاور ما بيناتنا. ما تقسم ما تسقسينيش انا. انا راني جاي نقرا لا روحي هنا. خلاص هيا سير باش نبداو القراية يلا. الله. وين حبسنا اللون الاسود واش كنا نديرو به؟ خلاص كملنا. قلتي لنا رانا كملنا بداي العائلة تبين لنا شطارتك. يلا نبداو الدروس التعليمية في مادة الرياضيات يلا هيا. نبداو طول بالمات هذين قبل بالتربية الإسلامية باه يدخل مولاه في الأخرى راح عادي عادي واش قلتي واش قلتي؟ مات. نبداو بالرياضيات نعم. عندي 4 سنين من خرجت أنا من المسيح كيفاه أنا. أنت مازال حافظ المات؟ مانيش حافظ. يلا. أنا ثاني مانيش حافظ. شنو هذا التنس خير راه؟ راح تخرجوني من عقلي قلنا يلا. بون نبداو بالمعادلات. طول. راك طيب المعادلات عندنا من نقرف العادية نقرف هيا ما كانش القراية رانا نقرفين هيا الله صافي نقرفين سمعوا هذه ايكول بريفي ما راهيش ايكول تاع الحكومة اللي ديروا لاكراف كيما تحبوا هنا البريفي هنا الدراهم وشنو؟ نشرط كيما نجي وي ما نقراش المات هي الأولى رانا نسلكوا دراهم رانا نسلكوا دراهم طلعي لي في السكرة المات ضربة واحدة بيان سور لا لا واش حبيتو تقراو يما ديروك واش هذا المات انا اسمع جيب لنا الشعر ايه معليش الشعر هذا راه يعرف يدير الشعر الشعر من بعد واش حاجه الشعر قراو على الشعر فوالا هذاكم حكيمه راجل راح ينجحر منكم يا ولي نجح الا راكم مكملين بهاد السيره هذه حيت بهدلوني هنا في الحومه على بالك هانتي ثاني راكي تصعبي في عليا كراسات الازرق الاحمر راكي واقيله تحسبي روحك صاح معلمه ولا شنو هانا حاليا دوك نواظير وهضري معايا زين كانك اسمعي شوف كانك تسوني استراحه تسوني استراحه باه نعرف نهضر معاك خلاص عندكم استراحه ما تقولوش نهضر معاك زين ضرب هيا هضر شوفي كانك رايحه تقرينا قرينا كاني قاعده حربه في قلبك انت المعلمه هذيك فنحيها لي من راسك هذه هي راكي ترى المعادلات المتتاليه يلا كانت العاديه والاسيه يلا والله غير صح تعرفي ما عيطو ما حوسو انت يا جان ايه ديجا نتفسروا عندي لي ريبونس ها تاع لي زانا كيما كنا فوالا هام ديجا جاوها فوالا هايوم بعد حكيمه يا خي صح واه يا هم ناقص كاع طاحت لي بشوي عسلامة عطالب عسلامة يا بوي قال لك كون باه تفتح فرماسي ب 15 انا والله كنت شاتي نفتح فرماسي نسمي الحانوت ما كاش من والله دوك بصح ما شكيتش انا اذا ما حقرونيش يعطوا لي 12 في البنك يا بصح اذا حقروني تجي 10 10 واش تقدر دير بي 10 شوف 10 عندك زوج يا تروح بسيكو يا تروح دواء كون من يلقى بها طبيب ونكازيوش ميم با طبيب تاع لي زانيمو ميم با فيتيرينير الو انا راحتي انا نقول لك حاجه سخطتني العلوم ياك الله العلوم داروا لنا تمرين ومن بعد سؤال وشني حلل ونقش حلل انا نحلل نموت وجدا من نحلل ما والو انا ما يقوليش حلل لا عينو قبلني فاس فاس ونعرف انك من هذا حلل ياك كي قبلك نتايج فاس فاس نشوفو والرياضيات تجي تقولي نقرا المتتاليات شهرين وحنا نقراو قال المتتاليات واش ولا نورمال واش من اسيه راكي تخلطي شاده فيها مودان تاع بكري انت معادله سامبل والمعادله المرده وانا نسنى بالمعادله تاع الفي ما راكي واحد لا مود قديمه هي كاع انت نون انا نصرا مي ميثود اللي قرات بها واش واش كاش ما حاجه جاتنا من الرياضيات كاش مكاش ما كان والفيزياء مزيه 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 المعلم ذاك جارنا اللي نكردي له الحنان صح بالسيف حل لي تمرين وشرط فيه عليه الخدام كلمني علي قال لي راه قال لك نحل لك تمرين تاع كيمياء واسمح لي في الكريدي حسب لي تمرين تاع كيمياء قدناه من بعد لقيت عليه زوج نقاط ونص هو حل لك تمرين ب 400000 وانا اللي قريتكم في زوج فيكم شحال نسالكم دركا انا كنت قادر نجيب ب 15 الباك انا قال السيد ما عيطليش على بها ما رحتش للاشو اه وش ندير نروح ليه من قبل نبوجي انا نقول له قطعوا لنا الريزو والله غير مليحه وراني درت لك مزيه في خوك ديتو معايا ديتو الحانوت جاتني سلعه هابط
انا حق نحوس على 10 حبي قلت تنت ما راحش يا ولا بالعشرة بالعشرة لا صبحنا العشية وش راح ندير صباح ما كانش معايا انا احكي لي صباح وين رحتوا جاني مرات صباح خرجت انا وياه ايا ركبنا الطوموبيل تاعو الجديده هذه لهي مع مرات ضيع في قرايتك لا استنى نحكي لك ايا قاعدين ندورو ايا شفت واحد النيميرو نيميرو شباب حرام يروح من يدي ايه قاضي انت سوالك فوالا ايه يسمى مني شفت الساعه نلقى 12 يسمى فاتني الحافتي الله غالب بعدي ما ندير والعشيه العشيه عيطي هذا معلي شفت اسمه في التليفون عرف بلي كاين بروبليم ايا رحت لي نلقى نقول تخدم على روحك وباش نلقى كانو تاع السلعه خلاص شوف كان ما رحتش صباح برك نص كابه ورجلك برا ورجلك عند طريق ماك بصح كي ولات هكذايا دوك تروح تمشي لهيك توجد كابتك وتسلمني على ماما وقولي مسلم عليك بنتك بزاف بزاف وانت على ضربت العشية عندك دستور جديدة ويسمع فيك عابدي هام بكري كيما هاك وما فين بربي يخلفو والريحو في اللي قالوا عليه اكحل مستكحل وصبت عليه هنا وصحراء وتل ومات